السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة مصمم الأزياء المغربية. اليوم نقدم لكم هذه التشكيلة الرائعة ديال جلابة مغربية 2021 اللي كنتمنى نال الإعجاب ديالكم. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما تواصلوا بالجديد إن شاء الله. بقوا معي حتى الآخر وفرجة ممتعة. بالنسبة لهذه الجلابة مخدومة في كريب دو سوا، كلها مربتة بالعقيق مهرس والموزون، وفصلة ديالها فصلة جبلية كتجي راقية في اللبس. بالنسبة لهذا الشكل تا هي كتجي رائعة. لاحظوا معايا الموديل ديالها كتجي زوينة، كلها مخدومة بالراندة والعقيق مهرس. بالنسبة لهاد الجلابة غادي نخدموها بالراندة والطرز تخرج القويب وليدي كتجي رائعة. بالنسبة لهاد الموديل ديال هاد الجلابة حتى هي الفصلة ديالها جبلية كتجي رائعة في اللبس. لاحظو معايا. بالنسبة لهاد الجلابة حتى هي كتجي زوينة، مخدومة في الطرز تخرج في اليدين وفي الجليد. بالنسبة لها الجلابة كحلة مخدومة بالطرز بالورديناتور توب كريب دو سوا، شكل ليها راقي وموديل ليها فن. لاحظو معايا شكل ليها مخيرة. بالنسبة لهذا الموديل حتى هو كيطلع زوين، لاحظو معايا مخدومة في كريب دو سوا، الفصلة ديالها فصلة ايفازي. لاحظوا معايا مخدومة بطرز اورديناتور بسقلي، كلها سقلي برونز. لاحظوا معايا. بالنسبة لهذا الموديل الشكل ديالها عصرية. لاحظوا معايا كتجي رائعة في اللبس، والتوب مخدومة في كريب دو سوا كتجي رائعة، حتى اللونين ديالها مخيرين. بالنسبة لهذا الموديل هذه جلابة بقميص ديالها مخدومة كلها بخدمة المعلم. بالنسبة لهذه الجلابة حتى هي مخدومة بقميص ديالها مخدومة في توب سوستي كتجي رائعة في اللبس. بالنسبة لهذا الموديل هذه الفصلة ديالها جبلية مخدومة في كريب دو سوا. بالنسبة لهذا الموديل الاخر هي رائعة في اللبس ديالها كتجي انيقة. لاحظو معايا. بالنسبة لهاد الشكل هادي مخدومة بالطرز الورديناتور، الفصلة ديالها فصلة جبلية. لاحظو معايا الفيديو الشكل ديالها رائع. بالنسبة للموديل ديالها كيجي فن في اللبس. لاحظو معايا بلاقب ديالها كتجي بالنسبة حتى نسبة القفطان كتجي رائعة في اللبس. لاحظو معايا. بالنسبة لهذا الموديل رائع اللي مخدومة كلها بالعقيق. بالنسبة لهذا الموديل الآخر هذه مخدومة بكاترفيل كتجي رائعة في اللبس. بالنسبة لهذا القفيتين مخدوم بطرز الأورديناتور مخدوم في كريب دو سوا. بالنسبة لهذه الجلابة كتجي رائعة مخدومة بالطرز طرز ليد و نبات. لاحظو معايا كتجي رائعة. بالنسبة لهذا الموديل هذه مخدومة كلها بالعقيق مهرس. لاحظو معايا الشكل ديالها فن. بالنسبة لهذا الموديل الفصلة ديالها فصلة جبلية مخدومة في كريب دو سوا، كلها مطروزة بطرز الأورديناتور كتجي رائعة في اللبس ديالها. لاحظو معايا. كيجي شكل ديالها فن. لاحظو معايا مخيرة في اللبس.
بالنسبه لهاد الجلابه غادي نخدموها بالرنده دوب كريب دو سوا فصاله فصاله ايفازي. بالنسبه لهاد الجلابه الشكل ديالها جديد، جلابه فوق جلابه، كتجمد ديالها رائع. بالنسبه لهاد الموديل هادي الشكل ديالها مخير، طرزه بطرز بروفيتشر. بالنسبه لهاد الموديل الشكل ديالو فصاله جبليه، مخدومه في كريب دو سوا. لاحظوا الموديل ديالها مخدومه بطرز تخراك، كتجي رائعه في اللبس. لاحظوا معايا بالنسبه لليدين ديالها كيجيو مخيرين، كيجيو رائعين في اللبس. لاحظوا معايا كتجي فنة. بالنسبة لهاد الموديل هادي مخدومة في كشمير، كيجي الموديل ديالها رائع. بالنسبة لهاد الموديل ديال الجلابة كيجي رائع في اللبس، هي مخدومة في كشمير، مخدومة طرز في اليدين. لاحظو معايا فصلة ديالها جبلية. بالنسبة لهاد الموديل هادي دو بيس، جلابة فوق جلابة، مخدومة في سوزدي، والتوب ديال تحت كيكون دو ميسوا، كيجي رائع في اللبس. لاحظو معايا اللبسة ديالها مخيرة. بالنسبة لهاد الجلابة تيجي الشكل ديالها كيجي فن. لاحظو معايا بالنسبة لهاد الجلابة هادي مخدومة كلها بالتنبات. لاحظو معايا الجناب ديالها والطوق. بالنسبة لهاد الجلابة حتى هي جلابة مخدومة في توب بروكر، مخدومة بالدبانة، فصالة ديالها جبلية، كنجي رائع في اللبس. بالنسبة لهاد الموديل الجلابة هادي فصالة جبلية، مخدومة في طرز تخرج، كنجي رائع في اللبس. لاحظو معايا بالنسبة لهاد الجلابة هادي فصالة مخزانية، مطروزها في اليدين، كتجي رائعة في اللبس. بالنسبة لهاد الجلابة هادي مخدومة دو بيس، جلابة بقفطان، كتجي رائعة. لاحظو معايا الموديل ديالها فنة. بالنسبة للون مخيرين. بالنسبة لهاد الموديل هادي مخدومة بطرز اورديناتور. لاحظو معايا الموديل ديالها كيجي رائع. بالنسبة لهاد الجلابة هادي مخدومة كلها بالعقيق. لاحظو معايا القفطان تاعها من فوق جلابة دو بيس. بالنسبة لهاد الموديل ديال هاد الجلابة هادي جلابة جلابة فوق جلابة، الشكل ديالها رائع. لاحظو معايا كتجي زوينة في اللبس، حتى بالنسبة للخدمة ديالها مخيرة. لاحظو معايا الراندة ديالها كتجي رائعة. بالنسبة لهاد الجلابة حتى هي جلابة دو بيس، مخدومة بالدبانة، التوب ديالها رائع. بالنسبة لهاد الجلابة دي فصالة جبلية، كتجي رائعة في اللبس ديالها. لاحظو معايا بالنسبة لهاد الموديل ديال الجلابة دي مخدومة كلها بالعقيق مهرس، الشكل ديالها رائع. بالنسبة لهاد الموديل ديال الجلابة حتى هي شكل ديالها زوين، كتجي رائع في اللبس ديالها. لاحظو معايا خدمة ديالها. بالنسبة لهاد الموديل شكل ديالها مخدومة كلها بالعقيق مهرس والموزون، كتجي زوينة في اللبس ديالها. بالنسبة لهاد الموديل هادي مخدومة في الكريب دو سوا، فصالة فصالة جبلية، مخدومة كلها بعقيق مهرس. لاحظو معايا بالنسبة لهاد الجلابة مخدومة في كريب دو سوا، التوب ديالها رائع. بالنسبة لهاد الموديل كيجي رائع في اللبس ديالو، كيجي زوين، فيها الطرز في تحت في الجناب وفيها في التركيز. بالنسبة لهاد الموديل رائع. لاحظو معايا
كتجي زوينة في اللبس مخيرة معنا. خوتي خواتاتي وصلنا لآخر فيديو، ما تنسوش اللي عجبكم الفيديو دعموني بعلامة لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة باش دائما يوصلكم الجديد إن شاء الله.